بس خليني أكمل قبل ما نختم. يعني أرجو القوات المسلحة كل الطرق، الأراضي اللي وقعت على الطرق اللي احنا تم إنجازها من فضلكم، دي تحت سيطرة وإشراف ومسؤولية القوات المسلحة. عندما تحتاجها الوزارات أو الأجهزة الدولة يبقى في أرض ما تمش التعدي عليها كامل. لأن أنا فوجئت بالتقرير اللي بيجيلي إن مجرد ما بيتعمل طريق بلاقي إن في ناس مننا، مش مننا احنا يعني، بتروح رايحة تتعدى على الأراضي على أجنب هذه الطرق. هذا الموضوع يا كامل، هذا الموضوع لا يمكن أبدا نسمح به. كل الطرق اللي تم افتتاحها وحتى الطرق اللي قبل كده، الأراضي إن كان لها تخصيص من الدولة لمواطنين أهلا وسهلا، ملهاش تخصيص، هي مسؤولية القوات المسلحة وفي عهدتها، لا تنقص منها متر واحد ولا يتم التعدي عليها. إذا كنا بنتكلم على دولة قانون، دولة قانون مفيش مخلوق يمد إيده على حاجة بدون وجه حق، مفيش مخلوق يا كامل. الكلام ده كلام خطير جدا، الكلام ده خطير جدا. إن إحنا نعمل نفتح محور، احنا بنعمله عشان نعمل تنميه صحيح، بس احنا كمان كدوله محتاجين نعمل تخطيط سريع عشان نطرح الاراضي دي للمستفيدين بدل ما الناس تتعدى عليها ونعمل اجراءات ملهاش لازمه. لكن مسؤوليه الاراضي بالكامل اللي تم افتتاحها او اللي افتتحت قبل كده هي مسؤوليه القوات المسلحه في التحفظ عليه. واخد تمام خلال شهر بأن جميع التعديات اللي حصلت خلال الفترة اللي فاتت على أراضي الدولة تم إياها كامل إزالتها لو سمحتوا. وبقول تاني، إذا كنا بنتكلم على دولة قانون، دولة القانون ده معناها إيه؟ إن إحنا كلنا، مفيش حد أبدا، مفيش حد من أول رئيس الجمهورية وإحنا بنتكلم، ما حدش ابدا يعني فوق سلطه القانون. الارض دي ارض دوله، ما حدش يقرب لها خالص. ولكن احنا كمان كدوله نعمل تخطيط يسمح لان احنا نطرح الاراضي دي للمواطنين. ده الموضوع الاولاني، وارجو ان ده خلال شهر اخد تمام بان كل الاراضي، حتى في الاراضي في المناطق اللي احنا المليون ونص فدان، انا بسمع بس المصريين تتصوروا ان انا يجي لي تمام بان احنا تم التعدي على 300,000 فدان من المليون ونص فدان. تم التعدي على كم؟ 300,000 فدان. طب ليه؟ ما احنا هنطرح الاراضي ديت للناس والناس هتبقى ليها وضع مستقر من غير بيروقراطيه، وبنسمح ده، بنسمح للجميع، بنتيح الفرصه للجميع. ارجو ارجو التعدي على الاراضي في المشروعات سواء كانت أراضي زراعية أو أراضي حوالين الطرق، هذا الموضوع لا يليق بمصر دلوقتي. إحنا ما ينفعش إن إحنا نعمل كده، ده إحنا بنحاول نظبط الأوضاع للأراضي اللي كان تم وضع اليد عليها خلال السنين اللي فاتت. أنا مش هنسمح بصراحة، مش هنسمح إن يبقى في أراضي أخرى يتم وضع اليد عليها ويبقى لا. أرجو إن ده كحكومة ودولة نصر عليه، واحنا كمواطنين الاراضي دي ليكم انتم. الاراضي اللي احنا بنتكلم عليها دي هنتيحها للناس. وعشان كده برضو شركة الريف المصري وحتى ال مدينة الاساس في دمياط ومدينة الجلود في الروبيكي، من فضلكم اذا كنتم خلصتوا الاجراءات اطرحوا على الناس الارض، عشان احنا بنقول الكلام ونسيب الناس بعد كده تتمنى، وبعدين شهر واثنين وثلاثة فالناس بتتصرف. احنا لا، عايزين نقول دولة قانون، ثم احنا كدولة كمان نتيح الأرض للناس عشان تستفيد منها. بقول تم التعدي على 300,000 فدان من الأراضي المخصصة للواحد نص مليون. ازاي يعني؟
المسؤوليه دي مسؤوليه القوات المسلحه ووزاره الداخليه. المسؤوليه بتاعه التحافظ على الاراضي مسؤوليه القوات المسلحه ووزاره الداخليه. في حاجه كامل عايز اسالك عليها، انت ليه خليت الموكيت ده ازرق؟ ما عملتوش احمر ليه؟ خليته ازرق ليه يا كابتن؟ على فكره يا فندم ده الموكيت اللي كان مفروش في الفرافره، واحنا فعلا شلناه من الفرافره وكل الكلام ده بنشيله ونعيد تدويره تاني، ما بنستخدمش حاجه مره واحده. انا بس بقول لك يعني عشان تبقى لفته جميله بينكم، انا بشكركم كلكم، بشكر السيد رئيس مجلس الوزراء، وانا شايف ان مفيش ولا يافطه يا كامل تحط على اسم ولا يفطر صدق ان شاء الله يا فندم. لا 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 ما ينفعش كده، ما يصحش. المهم على كل حال انا بشكر المهندس شريف على والحكومه على كل اللي بيتعمل، وبشكر القوات المسلحه فريق صدقي وفريق محمود واللواء كامل الوزير على كل اللي هم على كل اللي بيتعمل ان شاء الله. وبقول للمصريين اللي هم سامعيننا دلوقتي ما تخافوش، واطمئنوا جدا 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 على مستقبل بلدكم ومستقبلكم. المهم ان انتم كلكم، وانا بقول الكلام ده لكل مصر، مصر دي بتاعتنا كلنا مش بتاعت حد لوحده، ومصر بتاعنا كلنا. وارجو مره ثانيه واختم بيها كلامي، ما يبقاش فيه ابدا اختلاف ابدا ابدا بين عناصر وأطياف المجتمع المصري، مؤسسات الدولة وأجهزة الدولة كل. أنا بتكلم مش عايز أجيب حد بذاته يعني، إحنا مش محتاجين نختلف أبدا، مش محتاجين نختلف أبدا، كلنا واحد وهدفنا المصلحة، مصلحة مصر واستقرارها وأمانها ومستقبلها. فأرجو إن كلمتي تصل للجميع، أجهزة الدولة، المؤسسات، الإعلام، إحنا كلنا هدفنا مصر بلدنا، هدفنا مصر بلدنا، ونتجاوز أي حاجة ممكن نختلف عليه. خلونا نتكلم على دولة بجد، دولة مؤسسات، دولة قانون تبقى ماشية علينا كلنا، ومحدش فينا هيبقى فوق القانون. بقول يعني من اول مؤسسة الرئاسة فما دون، ما فيش حد وغير مقبول وغير لايق ان احنا نقول ان في حد هيبقى فوق المسألة، ما ينفعش ان احنا نبقى كده. انا هقول لكم على يعني حاجة صغيرة كده، من كام شهر اتصلوا بي ان في تجاوز في مؤسسة الرئاسة. في تجاوز، فبيقولوا لي في كذا كذا، فقلت لهم طيب ها هتعملوا ايه؟ انا عارف والله انا هعمل ايه، بس بسالهم. فقالوا يا فندم يعني نلم الدور عشان بس يعني، قلت لهم بس ايه؟ والله يتحكم، والله ايه يا فندم؟ يتحكموا. الله، هو يعني هو مفيش حد ما بيغلطش ولا ايه؟ اللي يغلط يتحاسب. فبالبساطه وده موضوع ما لا يقدح، انا قلت مؤسسه الرئاسه مش حد تاني، لا يقدح في مؤسسه الرئاسه، انا بحلف لكم بالله. قلت لهم الكلام ده لا يمكن يحصل، اللي يغلط نحاسبه، وده ما ياثرش ابدا في جهه ولا في وزاره ولا في اي حته تاني. انا قلت المثال ده، وبرضه بحب اكرر يا جماعه من فضلكم، مفيش مجال للمحسوبية وللمجاملة دلوقتي، مفيش مجال. أنا طلعت 3 توجيه قبل كده، وامبارح طلعت توجيه رابع، بأن مفيش حاجة اسمها معرفة الرئيس. رئيس ايه؟ مفيش حاجة. أنا بحبش كده، الناس اللي قدمت معايا في الجيش تعرف أن أنا موتي وسمي المحسوبية، موتي وسمي المحسوبية، إن حد ياخد حاجة أكتر من حقك تاخده على دماغنا من غير ما تبقى ليك حاجة، من غير ما يبقى ليك حد يقف جنبك.
فلو سمحتم السادة المسؤولين و طب حتى بقى كلمني يبقى كلمني يقول لي يا فندم في الموضوع الفلاني حد كلمني كذا 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 عشان حتى تبقى يعني ما ارفعش عيني فيك بقى اقول لك الصح والغلط. مفيش حاجة اسمها مجاملة المخلوق وانا بقولها وبكررها تاني وده رابع توجيه انا قلته قبل كده ورق والمرة دي بقوله مفتوح. مفيش مجال للكلام ده. البلد دي بلدنا كلنا وكلنا ناخد فيها بما يرضي الله وبالقانون وبس. شكرا جزيلا. متشكرين وشكرا يا كامل. شكرا شكرا جزيلا متشكرين كتر خيركم. يتفضل السيد رئيس الجمهورية بتسليم عقود 11 وحدة سكنية من مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة بدر. رشا محمد السيد محمد. عادل سليمان مصطفى عبد الخالق. صفوت كمال رزق منصور. حسين نجيب القاضي. صمويل رسمي كامل عوض الله. محمد ممدوح. اسلام ابراهيم محمد عبد العزيز. محمد إبراهيم عبد اللطيف. محمد رمضان مصطفى سيد حسنين. أحمد جلال بدر شهاب الدين.